بسمة وهبة ترد على تصريحات ميار الببلاوي وبتقول لها كلامك مش حلو في حق البرنامج ولن أقبله. ردت الإعلامية بسمة وهبة على الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي بعد لما قالت ميار الببلاوي الفترة الأخيرة إن هي لما ظهرت مع العرافة بسمة وهبة قالت كلام المفروض كانت بسمة وهبة تلغي لأن ما كانش ينفع يتعرض، وقالت إن البرنامج ده حرفيا سبب مشاكل لناس كتير ومنهم كمان هي. فطلعت بسمة وهبة ردت وقالت تصريحاتك في حق البرنامج مش حلو ومش هقبل كلامك تماما. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد.